بسيطة، نشأت في عائلة بسيطة، كنت أطمح في يوم من الأيام أني أصير مغنية، لكن بالنهاية اتجهت للتمثيل. اليوم أنا هيفاء حسين. مثل ما يقولون، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر هذه أعتقد أن وإحنا صغار أمنا وأبونا وفي المدرسة تعلمنا بأن لابد أن إحنا نشكر كل شخص يبادر ويعطينا شيء حلو في حياتنا. فكل ما شكرنا، كل ما الطرف الآخر أكيد شعر بهذا الاحترام والتقدير. العطاء بالنسبة لي بكلمة وباختصار هي السعادة، وأشعر من خلال العطاء إحنا قاعدين نفرج عن الكثير من الناس. وما أبي أتكلم من ناحية مادية كثر ما أنها تكون أيضا من ناحية معنوية. إحنا نتكلم عن مسألة أن الواحد يعيش وهو يعرف أن الكثيرين من حوله يشعرون بهذا الأمان. فهذه السلسلة أكيد مهمة جدا في حياة الإنسان. وطبعا الحياة أخذ وعطاء، مثل ما أحب يشكروني أنا اليوم موجودة علشان أشكر إنسان قريب جداً على قلبي، شخص وقف معاي طول هالخمسة وعشرين سنة من بداية دخولي المجال الفني إلى هذه اللحظة، وهو الأستاذ المخرج البحريني أحمد المقلع. اليوم أنا موجودة علشان أشكره، لأن اللي هو سوالي إياه أكثر بكثير من مجرد كلام يطلع مني، هو كل شيء بالنسبة لي في المجال الفني.